الفيديو السابق كنا توقفنا هنايا، واش قلنا؟ قلنا اكس هو كوسينس مربع، وهو نصف. ندير جذر هنا وندير جذر هنا، الجذر هنا هو هذا وهو هذا، نضرب البسط والمقام في جذر اثنين. جذر اثنين على اثنين زاوية شهيرة، جذر اثنين على اثنين هي الزاوية الشهيرة، هي تاع 45 درجة. في الرياضيات جذر كوسينس مربع يساوي القيمة المطلقة لجذر كوس اكس، هذه قلناها في الكتاب، قلناها جذر، قلناها في خواص القيمة المطلقة، خواص القيمة المطلقة. الكتاب تاعكم هاي وراه، قلنا هنا هاي وراه، هاي وراه جذر اكس مربع يساوي القيمة المطلقة لإكس، هاي وراه جذر كوسينس مربع يساوي القيمة المطلقة لكوسينس اكس، جذر كوسينس مربع يساوي القيمة المطلقة لكوسينس. لما يكون هنا كاين كوسينس أس اثنين، ما نقولش روح التربيع مع الجذر، نقول القيمة المطلقة. هذه راني هنايا درك، جذر اثنين على اثنين هذا ما هو؟ هو القيمة المطلقة لهذا أو القيمة المطلقة لهذا، معناتها الكوسينس اكس ما هو؟ يا إما هذا يا إما هذا. الآن لا ننسى أن الإكس من بي لثلاثة بي على اثنين، هذا البي وهذا ثلاثة بي على اثنين، وين العدد اللي هنايا اللي عنده كوسينس ناقص جذر اثنين على اثنين؟ هو خمسة بي على ربعة، وينتهي الجواب. هذا ما أردت قوله في الفيديو السابق، استعملنا فقط هذه الخاصية. إذا الآن هذا الفيديو ماهوش خاص، الفيديو هذا خاص بالتمرين الثالث، كذلك راح دينا شرحه شرح سريع. علاه شرح سريع؟ لأن في الحقيقة لازم التلميذ على الأقل يهبط هذا الملف ويفهمه روحه، يفهم شوية باش أنا نعاود نعاونه هنا في الشرح. كاين تلاميذ ما يهبطلكش هذا الملف، يحوس يشرح لي كلش هنا، ما يقدرش نشرح لي كلش هنا. انا ماذا بيا هذا التمرين ما يحتملش 10 دقائق، ما يفوتليش 10 دقائق، نتكلم على رؤوس الاقلام فقط. انت دوكا تفهموا وحدك هذا التمرين، تهبط هذا الملف، انا مخليه اسفل الفيديو، هذا الحل هذا تفهمه وحدك، تهبط هذا الملف وتتبعوا سطر بسطر، تتبعوا سطر بسطر. كي تتبعوا سطر بسطر انا نقول حوايج ما قلتهمش في الكتابه، لان مثلا كيما جيو جابرا اني نسحق دركا ما قلتوش في المخطوطه، اذا تبقى المخطوطه مخطوطه ويبقى جيو جابرا جيو جابرا. اذا انا دركا راح ندير حاجه اخرى هنايا، في راح ندير حاجه اخرى، لو كان عندي جيو جابرا ها هو راه دي نخدم حوايج في الفيديو ما نقدرش نخدمها بالمكتوب، مانيش دي نعاود الخدمه، مانيش دي نكتب لك هنا ونزيد نشرح لك هنايا. كتبت بصح كاين حوايج ما تساعدنيش في الكتيبه، مثلا كيما جيو جابرا ما نقدرش نكتب انا جيو جابرا، او لازم يبقى فيديو. اذا كاين اعمال تاع فيديو، كاين اعمال تاع كتابه. الاعمال تاع كتابه هبط الكتابه هذه وافهمها روحك. اذا مبدئيا نبدا بشويه، دالة تألفية، دالة تألفية معناتها AX زائد B. لقيت تلميذ ادعى 20 في الأهلية وقال لي الدالة التألفية هي X مربع مانيش عارف شنو هي. دالة تألفية معناتها AX زائد B، هذه أول حاجة. دالة تألفية تشمل نقطة صفر واحد، ورا نقطة صفر واحد، نقطة صفر واحد هي هذه. إذا شوف معايا دالة تألفية وشعاع التوجيه، شعاع التوجيه هو هذا، هو اثنين اثنين، هذا شعاع التوجيه هو اثنين اثنين. يلا نروح نرسم مستقيم، رسم مستقيم يشمل نقطة ويوازي الشعاع، هذه كاينة في جيو جابرا نورمالمون، نورمالمون كاينة هذه النقطة، الفكرة هذه، مستقيم يشمل نقطة ويوازي شعاع، فيكتور فروم بوان، نورمالمون نلقاوها يشمل نقطة، ايه. شوف شنو ندير، ندير حامل الشعاع هو هذا، وندير مستقيم يشمل هذه النقطة ويوازي هذا المستقيم، يجيني هذا المستقيم. إذا هنا في شي جابرة يمد لي مباشرة معادلة المستقيم الأول. إذا معادلة المستقيم هي ناقص إكس زائد إكراك يساوي واحد، ولا إكراك يساوي إكس زائد واحد. هذه طريقة
إذن هذه الطريقة. إذن كما قلت انت راك تعاود تهبط هذا الملف تقراه وحدك، كاين حوايج مش واحد نقولها. اكتب عبارة جيلي اكس، جيلي اكس هي اكس زائد واحد، عندك داهن طريقة. اذا مادام هذا لا تألفية تكون ا اكس زائد بي، مادام النقطة ام تنتمي تعوض بمركبات ام تلقى البي تساوي الواحد، يبقى لك الا. عندك نظرية حبيت تطبقها هي الطريقة الاولى. عندك الطريقة الثانية، الطريقة الثانية إذا كان هذا الشعاع توجيه فإن بي على أ هو معامل التوجيه هو الميل. إذا كان أ، إذا كان في هو أ بي، لاحظ الأ وراها، المقابل المجاور، المقابل على المجاور هو الأ، مباشرة الأ عندي هو 2 على 2. إذا كنت نحب نحل التمرين شفويا، نحب نحل التمرين ذهنيا شفويا، عندي جي هي أ إكس زائد بي، البي هو الواحد والأ هو 2 على 2، وينتهي الحل. أنشأ جي هو مستقيم لسا أنشأناه. هذا واش أنا حاب نقول هنا، نشوف الرسمك شما نتفكر. إيه حاب نتفكر حاجة، حاب نتفكر حاجة. إذا بحق قلتها في فيديو سابق هذه الحاجة، شوف معايا هذا المستقيم كنهزو مثلا، شوف معايا كاين واحد الحيلة هنايا، مثلا هذا المستقيم، نرسم هذا المستقيم، نرسم هذا المستقيم، شوف هذا المستقيم هو إكراك تساوي إكس. شوف كي نحرك المستقيم، لاحظ معي الفكرة، لاحظ معي الفكرة، هذا المستقيم هو هكذا. شوف المعادلة هنايا إكراك تساوي إكس، إكراك تساوي إكس، هنايا إكراك تساوي إكس زائد واحد، إكس زائد 2، إكس زائد 3، إكس زائد 4. إكراك تساوي إكس، إكس ناقص 1، إكس ناقص 2، إكس ناقص 3. هذا راني قلتها هنايا، قلتها في الطريقة، راني قلتها هنا، قلت هندسيا نرسم سي جي هو مستقيم لأن بيان دالة ألفية، نرسم إكراك تساوي إكس ونرسم هذايا هذه الطريقة، هذه نرسم هذا اللي قلته. الطريقة الثالثة دلت انطلاقا من هذا والشعاع 0 1، معناتها الحركة هذه يعني عبرت عليها. إذا هذا إكراك تساوي إكس، إكس زائد 1، إكس زائد 2، إكس زائد 3، إكس، إكس ناقص 1، إكس ناقص 2، إكس ناقص 3، إكس ناقص 4، إكس ناقص 5، وهكذا. إذا هذا بالنسبة للشيء هذايا. بالنسبة لإنشاء سي جي أنشأناه بجدول مساعد كما الأهلية، هذا تاع أهلية، لكن الطريقة الأولى والثانية، هذا تاع بيام، هذا التمرين، هذا راه مثل بيام، دالة تألفية، أقرأ الملف هذا تفهمني واش راني نقول، راه تاع بيام هذايا. يبقى إكس ناقص 2 إكس مربع زائد 2، نجيبوها بجيو جابرة، ناقص 2 إكس مربع زائد 2، هذايا، هذا الملف الأول. ومن بعد إكراك تساوي إكس زائد 1، إكس زائد 1. إذا الرسمة تاعي في التمرين هي هذه، هذه الرسمة تاعي اللي مطلوبة مني في التمرين. الرسم تاع التمرين هو هذايا، هذه بجيوجبرا. كما قلت مانيش راح نكتب ونشرح، أنا علاه درت الفيديو هذا، درت الفيديو هذا كملت به الشيء ما نقدرش نكتبه، نقدر نصوره فيديو هاني درته، مانيش دير نحل كل التمرين، التمرين باش تفهمو. هبط الملف بي دي اف او اسفل الفيديو وفهمو بشوية. انا راني انا هنا في الفيديو هذا واش درت، درت الحوايج اللي ما نقدرش نكتبها، الشيء اللي ما نقدرش نكتبه درته بالفيديو. اذا تبع الحل، برك تبع الحل، تبع الحل راك تفهم، او الحل مفصل فيه 15 صفحة، ما فوت حتى جزئية. حتى هنايا راني قلت شاهد الفيديو، الكلام هذا قلناه ما الى ذلك، كاين تصحيح مختصر درتو لسبب معين، وكاين نقد وتعليق. قبل ما نغادر اشكر صاحب الاختبار واثني على اختياره للموضوع. الكلام هذا يا اصلا للتلاميذ الذين خرجوا مبكرين، كاين تلاميذ يخرجوا مبكرين، وعندي واش قلت هنايا. اذا هبط الملف واقرا بشويه الملف هذايا، انتهى تصحيح الاختبار.